تقرير ألماني يكشف الدعم التركي الكبير الذي يوجهه أردوغان لضمان تنفيذ مخططه على الأراضي الليبية. صحيفة دي فيلت الألمانية أكدت أن الحكومة التركية تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الصخيرات بواقع 2000 دولار لكل مقاتل. وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم معاناة تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتلقي قطاع السياحة ضربة قوية بسبب فيروس كورونا، إلا أنها تدفع مبالغ ضخمة للمرتزقة ما يضاعف أزمتها الاقتصادية. دي فيلت أضافت أن أنقرة ستحصل على هذه المبالغ من أموال الليبيين، حيث ذكرت وثائق مسربة نشرت مؤخرا أن البنك المركزي الليبي في طرابلس حول أكثر من 160 مليون دولار إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية. ووفق الصحيفة فإن تدخل تركيا في ليبيا ليس عملا خيريا ولا داعما لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسيطر على حكومة الصخيرات، لكن أنقرة تستغلها لتحقيق أهدافها وأطماعها. ولفت التقرير إلى أن تركيا تتدخل في ليبيا من أجل كسر الحصار المفروض عليها في منطقة البحر المتوسط من قبل مصر واليونان وقبرص، ووضع يدها على جزء من احتياطات الغاز في قاع البحر. ومن ضمن أهداف أردوغان أيضا هو حصول شركاته على عقود ضخمة بمليارات الدولارات في عملية إعادة إعمار ليبيا. دعم تركيا القوي لحكومة الصخيرات ونقلها للأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بشكل مستمر فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين هو احتلال واضح ونهب لثروات البلاد.